تحتفل الإمارات مشاهدينا الكرام بعيد الأضحى المبارك بطقوس ذات نكهة خاصة يتميز بها الشعب الإماراتي بما يملك من تعدد وتنوع ثقافي، إلا أن هذا التنوع يجد له روابط وثيقة مع باقي الشعوب العربية والإسلامية، حيث تعم فرحة العيد الأرجاء وتتجلى من خلال ابتسامات الأطفال وتبادل التهاني والزيارات. وأجمل ما يميز أعيادنا تلك التي تشدو بها الألحان بالصوت الشجي، واليوم أحببنا أن يكون معانا شخص نعايده ونعيد معاه في حلقتنا اللي هي عساك من عواده، الفنان المميز والمعروف عادل الخميس. كل عام وانت بخير وعساك من عواده. كل عام وانتم بخير ويا هلا ويا مرحبا فيكم. بأسمى آيات التهاني والتبريكات نزف أجمل آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله وإلى أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى شعب الإمارات وحكام الإمارات والشعب الخليجي والعربي. كل عام وأنتم بخير وعساكم. وانت بألف خير. لما يكون العود حاضر معناته الفنان المميز عادل الخميس حاضر، فتوقعنا أنك راح تطلع معانا مع العود، لكن خلينا نرجعك شوي لأيام التسعينات. الأغنية الجميلة راح أدخل معك حارب حار، الأغنية المميزة واللي ما زالت عالقة في أذهاننا وأذهان معجبينك ومحبينك، واللي هي تقول تعلق بي تعلق تعلق على طول أدخل تعلق بي تعلق وأنا قلبي معلق وأنا قلبي معلق عشقني وعشقني وانا يا ناس اعشاك وانا يا ناس اعشاك ودلوني شو اسوي احب اثنين وهيك اذا الاول ذبحني قتلني الثاني عشقا قتلني الثاني عشقا واروح احب الاثنين واروح احب الاثنين وامشي دروب واجي ولا لي غير رجلين ولا لي غير رجلين دلوني شو اسوي احب اثنين ولقاه اذا الاول ذبحني قتل الثاني عشقا وقتل الثاني عشنا. الله عليك الله عليك فناننا المميز المبدع. بس انا عندي سؤال، دام الاغنيه قديمه شو سويت الحين؟ توهكت ما بين الاثنين، شو اخترت ولا شو سويت؟ خلاص الواحد يحب من 2 لـ20 يكمل يعني وياه. الله يحفظك فنانة. هذه الاغنيه مميزه ويمكن واحده من الاغاني اللي يعني بدأت تربط عادل خميس بجمهور كبير على مستوى يمكن الخليج والوطن العربي، فشو تعني لك هذه الأغنية رغم المدة الطويلة ولكن ما زالوا يرددونها الناس وما زلنا نحب نسمعها حتى في الأعياد ومناسبات كثيرة، فشو تعني لك هذه الأغنية؟ والله ما في شك، أول شيء فال خير على الأغنية وبصمة اعتبرها لي أنا، بسبب ان الاغنيه هذه الحمد لله 3 عقود يعني سنه 90 وسنه 2000 الى 2020 يعني 21 ابشرك 21 يعني اكتملت فيها العناصر الثلاث، الكلمه واللحن والاداء، فاضافه الى حبوها الناس لبساطتها والمفردات كانت يعني سلسه للصغير والكبير يعني، فهذه اتمنى ان يكون كل الأغاني بهالطريقة توصل بدون استئذان للشخص أو لقلب المستمع يعني. نعم. الحمد لله توفق. فناننا المميز عادل الخميس، الناس الحين اللي يمكن يعني يعرف هالأغنية ويسمعها ويرددها وده إنه يتعرف على عادل الخميس الشخص، وينه وشو أيامه وشو جديدك كشخص مش فقط يعني كفنان، فخبرنا عنك وعن جديدك ووين متواجد وشو عندك من مشاريع. والله طبعا هو مشاريع اذا ما في دعم يعني المشاريع الفنيه اتكلم عنها، اذا ما في دعم يعني من قبل شركات الانتاج، وحين خلت كثير سالفه الانتاج من قبل الشركه للفنان
باعتبار أن الحين أصبح الفنان كاهل عليه كاهل كبير أنه هو ينتج لنفسه، فهذه مكلفة يعني بطريقة كبيرة. يعني الأغنية الواحدة حاليا تكلف في حدود 100,000 يعني، فهذه يعني حدت شوي من نوع شغلنا فنيا يعني، أو أن احنا نكون متواجدين في الساحة أكثر. لكن تواصلك مع معجبينك ومتابعينك، تواصلك مع متابعينك وجمهورك اللي يعزك ويحبك، منصات التواصل أصبحت الآن متاحة وقنوات التواصل لكل شخص يعني متنوعة. صحيح. عادل خميس تتواصل معهم؟ والله أتواصل الحمد لله، يعني في تقريبا مشروع إن شاء الله راح، مشروع القناة اللي راح أعمله إن شاء الله بإذن الله، راح أكثف الجهود أني أتواصل مع الجمهور عبر السوشيال ميديا. مقل لازم تكون موجود أكثر. إيه والله أنا أعترف أني مقل. طيب عادل خميس، يمكن هذا المجال الفني، أنا بعرف بما أننا نحن في أجواء العيد اليوم، أجواءك في العيد، طقوسك في العيد، زياراتك، كيف تتعايش خاصة في هذه الظروف؟ والله ما في شك، طبعا أول يوم العيد هو المعايدة وذبح الأضاحي وتعرف مثل ما قلتي أختي مساعة، أنه الإجراءات الاحترازية لازم نكون يعني مراعينها، مجرد الأهل فقط يعني، بس أنه ما يكون زحمة، ما يكون في تباعد، يكون بس في تقارب اجتماعي الحمد لله من ناحية التواصل السوشيال ميديا. فهذه يعني إضافة إلى أنه بالمساء مثلا نطلع الكوفيهات، المراكز، المولات، في جوائز يعني في المولات. هذه فرصة ندعيك، كان عندنا البارحة عبد الله الأميري يكلمنا عن السحوبات وجوائز قيمة وسيارات جي كلاس ومرسيدس ومبالغ نقدية، فندعي لك يعني حبيبي. وطبعا في الليل يا تكون مثلا تكون مناسبة حفلة أو نطلع مع الأهل أحد المطاعم الراقية يعني مثلا ونسوي حفل عشاء. شكرا فنان عادل خميس، حبينا أول نشكرك على تلبيتك لدعوتنا طبعا للانضمام في هاي الحلقة لعيد الأضحى، حبينا أكيد نعايدك بهاي المناسبة السعيدة وفرصة سعيدة أن شفناك، وأيضا خلينا عطينا هالفرصة لمتابعينك وجمهورك أن يتابعوك عبر أكيد هذه الحلقة. شكرا لك. شكرا الله يطول عمرك.